السلام عليكم احبائي، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وعافيه. مباشره من مطبخي كما تشوفوا لهنا، حبيت نوجد لكم اللحم ولا كتف هنايا مفور، يجي رائع هنايا على طريقه الاعراس. انا الشق نوري لكم، يعني هذه الطريقه تجي بزاف بنينه وممكن تستعملوها في كامل مناسباتكم ان شاء الله. نبداو على بركه الله. الطريقه هذه انا راح نستعملها في الكوكوطا، اللي ما عندوش لا كوكوط ممكن يستعملها يعني في لاكاسرول نورمال بالكسكاس. فوالا نبداو على بركه الله. اول حاجه نديروها هنايا، بسم الله، هنا كما تشوفوا نحط شويه تاع الزيت. انا ممكن تستعملوا اي زيت نباتيه كاينه عندكم. نحط فيها لاموطارد، بسم الله. هنا عندي فلفل اسود وملح. هنايا كما تشوفوا حطيت لهنا، نضيف لهم شويه تاع كمون، يعني حاجه بكميه قليله، كمون والكزبر بهذه الطريقه. فوالا، على حسب واش عندكم من اللحم، يعني الكميه تاع اللحم اللي عندكم، والملح، ملح خشط وملح وفلفل اسود هما الاولين. ولا نحاول نخلط هذا الخليط كامل بهذه الطريقه، ونضيف له هنايا، هنا كما راكم تشوفوا انا هنا عندي رند ولا الورق سيدنا موسى ولا لوغيي، هذه نحطهم باش هما يبارفيمي وهذاك يعطروا الماء. الماء هذاك يغلي، ما لازمش يغلي ماء ساك يعني ما فيه والو، من احسن تحطوا فيه هذا الاوراق تاع الرند. ولا هنا عندي حبه الهيل، باسكو انا حبه الهيل استعملتها لان راح نحطو مع الروز، نتوما ممكن تستغناو عليها. فوالا بالطريقه هذه، ونحط معاها الكركم. فوالا هكذا ندير الكمون، الكركمان والبواغ والسل والكسبر يابس لا كورياند. فوالا بهذه الطريقه نخلط كامل هاد الحوايج باش يتجانسوا مع بعضهم. انا هنايا حبيت نحط ثوم، يعني نقصوه بطريقه كما نرحيش، عباك الثوم كي يتدحى بزاف يولي مر، شفتو كي تسمع نستعملوه في اللحم المفور. ممكن حتى نحطو حبات، يعني ممكن نخليه كيما هكذا، يعني نحاول نوري لكم طريقه غير سهله بالطريقه هذه. ونجيب هذيك اللحم ولا الكتف هذا، ونخلط فيه كامل هاد الوصفه. فوالا بسم الله، حتى بيان في كامل الجوانب نحكها مليح باش كامل هذيك الشموله تاعها تدخل، وهذوك لي زيبيس يدخلوا في كامل اللحم هكذا. والبصله ان شاء الله نحطها دي روندير، نحطها دوائر بصله، ما نحبش نرحيها في الروبو تجي شويه مره، من احسن نحطها هكذاك دوائر ولا دي لاميل، يعني نقصها بطريقه تاع في الطول. شوفوا هكذا اللون ديجا يجي رائع. انا ما نحطش فيه التحميره، ما نحطش فيها حاجه واحده اخرى. الموطارد هذيك لا موطارد تعطي واحد الذوق هائل، شوفوا ربي يبارك غير هكذا في اللون، عاطيه لون هائل هكذا. فوالا نحكم نقص البصله بجهه، غير بالطريقه هذه تطلق البنه تاعها، ومن بعد ان شاء الله حتى هي كي تبقى هكذاك لاصقه في اللحم تستعمل كديكور، يعني تبقى باينه هكذا. ومن طون تطلق الماء تاعها هذاك على اللحم ويجي طري، يجي بنين. فوالا ممكن تقصوها حتى كاريات مربعات. فوالا كما قلت لكم انا هنايا عندي لا كوكوت فيها ديجا
الكسكس لداخل. يعني قلت هذه الطريقه تجي اسهل، يعني تجي اسرع. ممكن اللي ما عندهاش كوكوطة بالكسكس ممكن تحط فيها كسكس يكون صغير داخل الكوكوطة، ثاني يصلح. انا ديجا جربته من قبل ما نشري هذه الكوكوطة. وممكن كما قلت لكم طريقة يعني اللي اسهل، ممكن نحطوه في عادي في برما ولا كما نقولوا لها ولا في لاكاسخور. فوالا هكذا نوري لكم الطريقة. فوالا كما تشوفوا هنا الكسكس يجي هكذا، يجي واقف يعني ما يجيش طايح، ما يتوشيش الماء. انا نحاول نحط فيه غير فون تاع الماء، ما نحطش حاجه كبيره تاع الماء، باش كي يطيب يطيب يعني فريمون بهذيك لا فابور، ما يتوشيش الماء. هذا هو اللي نقولوا له فور، الهدف انه ما يتوشيش الماء. نبداو هنا على بركه الله. اول حاجه نحطها كما قلت لكم الاوراق تاع سيدنا موسى. هكذا انا اضفت لها الزعتر كانت عندي في الجاردان، ممكن تستغنوا عليها ولا تكون عندكم يابسه تقدروا تحطوها. هذا لو تان هكذا رند كيما هكذا، وحبه تاع الهيل. كيما قلت لكم الهيل ممكن لما تحبش الطعم تاعو تستغنى عليه، بصح هو ماشي راح يزيد الطعم، غير مجرد انها تبخر به هذا المكان. ولا نحط شويه الزيت، زيت قليله والماء الساخن. قيس باش ما يطيب، باش كي يطيب ما يتحرقش. فوالا بهذه الطريقه. فوالا بسم الله هنايا كيما تشوفوا الكسكس نحطو هكذا في لابروف، الماء ما يتوشيش ومازال نقدر نزيد نحط الماء هكذا بهذه الطريقه. نحطو هكذا اللحم تاعنا. فوالا نرفد هذاك اللحم كيما هكذا نحطو. هذوك النصوص تاع الثوم نحطهم في الوسط. نحط معاه البصله في كامل الجوانب ونغلق عليه هكذا. كيما تشوفوا الطريقه هذه تجي رائعه، يجي معسل. فوالا هنا البنات نفوتو نوري لكم طريقة عروس. اول حاجة نديرها نحط السمن حاجة قليلة، ممكن تحطو في بلاصتها الزبدة، تخلفوها بالزبدة ونخلط معها الويل دوليف، يعني نزيد فيها شوية تاع زيت الزيتون هكذا باش ما يجيش قاطع يعني الطعم تاع السمن. هذا السمن حيواني يجي بزاف بنين في الروز. هنايا كي يسخن تسخن الزيت تاعنا، اول حاجة نضيفها هي البصل. بصل شويه كيف قطعته، ممكن تقطعوه دي لامال ممكن تقطعوه بالطريقه هذه، يجي شويه خشين يعني هكذا ما يجيش رقيق. فوالا نضيف عليه زنجبيل فري كيما هكذا، نضيف عليه حبات تاع الهيل زوج هكذا. مادام اللحم تاعنا تبخر بالهيل هنا نضيف يعني حبه ولا حبتين، نخليهم يتقلاو مع بعضهم حتى تهبط شويه ونضيف لها الجزر. فوالا هنايا نضيف الجزر مبشور من هكذا، هذا هو اللي راح يزيد الطعم في الروز تاعنا، يجي بنين يجي هايل. فوالا نضيف عليهم شويه ملح، هنا ما يحتاجش توابل بزاف، وشويه تاع كركم 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 شويه تاع الكركم. فوالا باش يعطينا هذاك اللون الاصفر يجي باهي في الروز. فوالا نخليهم غير شويه يهبطوا، نضيف لهم الزبيب، يعني الزبيب هذا فيكولتاتيف، يعني اللي ما حبش يضيف الزبيب ما يزيد هكذا برك. هذا هو اللي يعطي ثاني طعم حلو للروز تاعنا.
انتم ممكن على فكره تقدموا اللحم يعني مع مع الطعام مع الدربوشه كما نقولوا. فوالا هكذا بعد ما تقلاو شويه نضيف عليهم الطماطم طماطم انا قصيتها دي هكذا كما تشوفوا مكعبات احسن ما ترحم بعد تعطي واحد اللون واحد لا كولوراسيون في الروز. فوالا هذه الطريقه ونضيف لها الروز. هنايا انا عندي نص كيلو نتوما على حساب العائله. فوالا هكذا وهي هكذا نقليها شويه ونضيف عليها شويه تاع الكمون الكزبر عفوا شويه تاع الكزبر غير باش تعطي النكهه هذيك في الاخير. نخلي كاملها تقلى كيما على الشكل هذا نخليها تقلى ونضيف عليها الماء الساخن حتى تتغطى ونخليها تغلي مدة 10 دقائق ونسر بها ان شاء الله. ولا هكذا على هذا الشكل. فوالا شوفوا هنا كيفاش جات. فوالا دوك نوريها لكم في الصحن. هذا الرز تاعنا كيفاش وجد كتو نرفدها بواحد الطريقه باش نقلبها في الصحن كيما راهي. ستار شوفوا كيما راهي فوالا شوفوا كيفاش جات. جات روعه والله العظيم طابت زبده. طابت بواحد الطريقه يعني ما شاء الله. شو تعرفوا اللحم كي تكون طابت مليح كيفاش تبان. ولو هكذا تتقدم نتوما ممكن تقدموها مع الكسكس تاني تجي روعه. انا هنا فضلت ناكل الروز كل واحد وش يحب. داك له الزبيب كما تشوفوا هذا ممكن تقدموه في المناسبات. فوالا كي يجيكم ضياف يعني هذه حاجه ما شاء الله تجي روعه تجي تحفه. شوفوا لي كولور. فوالا نقول لكم ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاعي وتجربوها بالصحه والراحه وبالصحه والهنا ان شاء الله. والسلام عليكم في وصفه قادمه ان شاء الله.